طيب بس قد يبدو لك هذا سؤالا سخيفا، لكن ماذا تفعل؟ أعلم الحمامة طريقة لعب الدامة. دورك يا حمامتي، حمامتي دورك. أنت تعلم الحمامة لعبة الدامة؟ هذا شيء مذهل، هذا أغرب شيء سمعته في حياتي. يا أنيس هذا ليس صعبا. ليس صعبا؟ هذه الحمامة تستطيع أن تلعب الدامة؟ لابد أنها أذكى حمامة على وجه الأرض. في الواقع هي ليست بهذا الذكاء يا أنيس. ليست بهذا الذكاء؟ ماذا تقول؟ لأنها في العشر لعبات الأخيرة غلبتني مرتين. هيا يا حمامتي دورك. إنها تفكر